بس الحمد لله بفضل الله رجع تاني اهو زي الفل، وصحته الحمد لله طيبة جدا جدا، والأهم انه رجع تاني للمسرح اللي بيحبه. انا معايا زميلي واخويا المحترم الراقي الاستاذ مجدي عبيد. يا مجدي ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله، اشكرك على المقدمة الجميلة حبيبي طمني عليك جدا. الاول، صحتك عامله ايه؟ فل، الحمد لله الحمد لله ان شاء كويس. الله دايما. يعني نعرف الناس انت كده كنت بتمر كده بظرف صحي على غفله كده، بس كان صعب، نقول للناس كان عندنا ايه؟ كان جلطة في المخ، جلطتين ورا بعض جلطتين في ورا المخ، بعض. لا اله الا الله. فالحمد لله أثرت شوية على النط عندي، والحمد لله زي الفل، بتحرك عادي جدا. زي الفل. بس مشكلتي قالت فيها الابرام شويه. لا والله فل فل، اهو قمر اهو قدامي يا قاعد، رب اسم يا الله، رب حبيبتي والله يا رب زي يا رب. الفل عادي خالص، وقالت النطق كويسه وكلامك مفهوم وزي الفل، والاهم الحمد ان انت لله الحمد لله زي ما قلت انت بتشتغل اهو مسرح. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. اصلا يعني مبطل شويه الفيديو او السينما عشان الظرف اللي انا فيه بقالي سنتين سنتين. اصلا. جلطتي جات لي من سنتين بالظبط. لكن عارفه ان الفنان لازم يشتغل، طبعا وبالذات اللي عنده الدوده بتاع المسرح. المسرح ده ده ادمان، حياه حياه حياة صح. بالظبط. فبقالي سنتين ما اشتغلتش، انا بشتغل مخرج في الصحافه الجماهيريه، اللي هي اهم اصول الصحافه، تبع مخرج. وزارة الثقافة. كل سنه في اقليم مختلف، ايوه. بسافر وفي البلاد. انت فين السنه دي؟ فين ان شاء الله؟ في في القاهره. القاهره. الحمد قلت لله. لهم انا السنه دي مش قادر اروح اي موقع بعيد. بعيد عشان صحيا مش قادر. يعني الموت ده في ربنا، بعد الشر عليك. يحصل مع لا يا مستاهل حبيبي، موت احسن ايه؟ لا بعد الشر، بكتير. ربنا يديلك طول وانا العمر. لازم اشتغل مسرح عشان بحس ان انا حي لسه، ما متش. بعد الشر ما تقولش كده، انت زي الفل. مش بيدع ربنا في، لا بعد الشر ان شاء الله الحمد ربنا لله يديلك الحمد لله العمر الحمد والصحه. لله. قول لي، ساعات بتبقى المرض ده علينا كلنا، لكن طبعا بتبقى ساعات في امور كده نفسيه اثناء المرض دي اللي ممكن تتعب اكتر من المرض. ايه اللي ممكن يكون تعبك اكتر من فكره المرض؟ ما المرض ده بايد ربنا وهو الشافي وهو اللي بيبتلينا. ونعم بالله. بس احتمال لانه حبي للفيديو والسينما اللي انا ضيف عليه اصلا من سنه 2001، ضيف على الفيديو في حديث صباح والمساء. حديث صباح والمساء ده انت كنت عامل شخصيه اللي هي ابو رصين، ابو الروس. ابو الروس،